اللي أليا سيلا ثم الشوط الثاني جاك بيسان. جاك بيسان والتألق للحارس زيادة الغانمي الذي تألق في صد وين وأخفق في تنفيذ جاك بيسان، يعني لم يحسن التنفيذ، وكانت الكرة في متابعة للحارس زياد الغانمي يمنع تسجيل الهدف ويترك المباراة على حالها إلى حد الآن بين الأولمبي البيجي واتحاد تطاوين إلى حد ياسين العمري. التسويبة والحالة غانمي وكرة خطيرة أخرى شكيب على دفاع من جانب اتحاد تطاوين. رجعت الكرة لصالح الاتحاد تطاوين ومخالفة أنان ولو نسبيا على أسبقية المباراة. اختير العملية التسديدة أولى والثانية تزيد من جملة الأرقام اللي مد بها زميلي أحمد الكيلاني. سند الخميسي مرفوع الكرة في منطقة الجزاء بالرأس وموجود مراد الهذلي، ينجم يصوب مراد الهذلي ولكن التدخل كان حاسم زيادة الغانمي. شار على الميدان البحث على الهجمات المعاكسة لفريق اتحاد تطاوين وحسام بنينة وثم الكرة وثم الحارس زياد الغانمي. زياد الغانمي وقف كما يحل زوادي التوزيع والحارس الغانمي محمد العبيد يلعب كرة ممتازة يبحث عليها الكرة دي محمد علي مصر لكن تسديدة ضعيفة. التسديدة ضعيفة من وسط الميدان. الحلول المتصور موجود عند نادي الصفاقسي. هذه مخالفة لصالح النادي الصفاقسي والرأسية من فراس شوات في دينا تنفيذ كرة ثابتة. محمد سولا والحارس متمركز جيدا يرجعها الحارس الغانمي. هذه فرصة أخرى لصالح النجم يلعب مع وضاح الزايد التوزيع ويخرج الحارس كالي بانغورا ينفذ الكالي بانغورا هي لكن بيسون الكرة تبقى في الميدان وتدخل غانمي كذلك يعرف جيدا. أولمبي مرفوعة في منطقة الجزاء وجاك بيسون مخذهاش وثابت زيادة الغانمي قبل صفر وقبلها في لقاء متأخر كان فاز عن نادي الرياضي الصفاقسي وفاز خارج الميدان في اتجاه شميخ وصبر خليفة وتوصل لصبر خليفة وخروج خروج الآن للحارس زيادة الغانمي. كرة للإفريقي كرة تبدأ تتوزع والحارس الغانمي كوسي كل موجود في مناطق هجوم بالنسبة لنادي 29 دقيقة لها في الشوط الثاني. التوزيع وخروج الحارس زياد الغانمي بعده يجي سيلا اللي سجل اليوم هدف عكسي يعني بالخطا في القائمة الثانية والاختيار فرصة تعديل هشام السيفي أعلى من المدافعين والحارس ترجع من دفاع الأولمبي البيجي والتسديد من مهد مايكل بيشير وأيضا علي الدين المسلمي. إيزاكا أبودو إيزاكا أبودو إيزاكا أبودو ثم عمر سكري في الكورة إيزاكا أبودو. كان متوقع السيناريو هذا أولمبي البيجي انزل بالثقل نتاعو يعني على الهجوم أكيد ماشي حاول المرور الوسلاتي التوزيعة وكرة براس من الغندري يا رد الفعل برأسية صابر خفيفة وتعلق بالنية والتوزيع المليمترية لعبد القادر الوسلاتي ورأسية نادر الخندري يتألق في التصدي ليها الحارس البيفون قدام لاكس المدافعين وتصويبة قوية كانت من عبد القادر الوسلاتي مرة أخرى والتصدي بامتياز لزياد الأولمبي اليوم بين الوسلاتي والغانمي. تصا خليفة مع يسري اللي عارفه ويهرب صابر خليفة يعمل كنترول بالراس ريونتي زيادة الحارس الأولمبي البيجي العلامة الكاملة في مباراة اليوم. خليفة يحط كرة بالراس ديال الوثر في الهجمة المعاكسة للإفريقي صابر خليفة راس راس صابر خليفة وحده زيادة الغانمي لعب هاي هاي الصورة كرة الاسيست نتاع الوسلاتي ملاتي راس راس صابر خليفة وشوف التوزيعة ممتازة في مناطق الأولمبي البيجي ولا البارح مستقبل جيمس هذا هجوم لصالح الملعب الجيمسي ولا حارس يخرج زياد الغانمي إلى السيف فماش تسلل خطير الهجوم درامي خطير الكور إلى علاء الدين القمش أفضل لاعبين الملعب الجيمسي في هذا الشوط الثاني هذه كرة أخرى خطير الكور ويخرج زياد الغانمي ويخرج مايكل بيشير يتعدى مايكل بيشير يرفع الكرة وزياد الغانمي الآن مع بداية المباراة على مستوى الركنيات وكرة أخرى ومرة ركنيات يلعب عبد القادر الوسلاتي كرة وزياد الغانمي يجي مسجل كان 31 وكرة من عبد القادر الوسلاتي حماد المنياوي زياد الغانمي زياد في فورمة كبيرة اليوم. تعادل المشاهدين دائما صفر مقابل صفر متغيب لأسباب صحية التوزيعة
الحارس.